عليكم ورحمة الله. شيخ، هل يجوز المسح على الخفين في الوضوء عند السفر وعند لبسهما، مع العلم أنه يقع لبسهما بدون وضوء؟ إذا لبس الخفين على غير وضوء ما لا يجوز يمسح عليه، من شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، وأن لا يكون ذلك في الحدث الأكبر يعني الجنابة، بل في الحدث الأصغر، وأن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث.